Hello everyone, welcome to the second section of the second lesson, which is about subject pronouns and possessive adjectives. مرحبا بكم إخواني أخواتي في الجزء الثاني من الدرس الثاني اللي متعلق بالضمائر وبنعود الملكية. كنا شفنا هذا الجدول وفسرناه. السطر الأول فيه الضمائر اللي هي I, you, he, she, it, we and they. ونعود الملكية فيها my, your, his, her, its, our, their. وشرحنا بأن الضمائر تتكون متبوعة دائما بالأفعال والبوسيسيف ادجكتيفز أو النعود الملكية تتكون متبوعة بالأسماء. نشرح هذا الشيء نشرحه أكثر ومراجعة. كنا قلنا بأنه I هي أنا, you فيها أنت, أنت, أنتما, أنتن, أنتم, he فيها هو, she هي, it هي مفرد للجماد, للحيوان, للطقس وللوقت, we هي نحن, هم, هما, وهن هي they. نعودهم I, you, he, she, it, we, they. نشوفوا دابا نعود هنا عندنا النعود. هنا عندي my تتكون دائما متبوعة بشي اسم. مثلا إلا جيت عطيتكم مثلا هنا بغيت نقول مثلا my name, سمح لي نديرو بالحروف اللاتينية my name مثلا my name. نجيو هنا غنكتبو your name مثلا, او لانه فيها المفرد وفيها سميتو نقدروا نقولوا my your names اسماء اسمك او اسماءكم او اسماءكن. فاش تنزيد اس هذا يعني الجمع. his مثلا بغي نقول his اسمه, his name. بغي نقول اسمها, her name. اسمحوا لي نصغر شوية باش يبان لكم مزيان. its كما قلنا هي للجماد او الحيوان, او its name مثلا قطة او كلب غنسمي its name, او مدينة مثلا its name is الصويرة مثلا. our هي قلنا شي حاجة ديالنا. our مثلا our mother أمنا مثلا, احنا جوج الإخوات نقول أمنا, أو أمنا مثلا, أو our country بلادنا مثلا our country. خليها نخليوها كما هي our mother. ونمشيو مثلا ونمشيو للآخر آخر نعت. آخر نعت هو اللي هو their مثلا. اش قلنا من their؟ شي حاجة ديالهم. their father أبوهم أو أبوهن أو أبوهما مثلا. مفهوم؟ هادو هما الضمائر اللي هادو هما الضمائر اللي عندي تتسمى هادو تتسموا نعود الملكية possessive adjectives. نعاودوهم my name, ولا نعاودوهم بوحدهم my, your, his, her, its, our, their. وشكرا على متابعتكم, والى اللقاء في الحصه المقبله اللي غادي نديروا فيها واحد المراجعه للضمائر ولنعود الملكيه. So thank you for your attention. Let's meet in the next session where we are going to have a revision of the subject pronouns and the possessive adjectives. Thank you.